يا دار الرضا، يا دي الهنا، يا دي الحنيه اللي انا فيها. ان شاء الله يخلي لي بناتي يا رب. يا جمالهم يا جمالهم، لا وش ولا طعم. تصدقي ان انت بتربيني عشان احرم اقول لك تعملي لي حاجه تاني كده؟ انت لماح، تطلبيش بقى حاجه تاني. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أراك قد حلقت ذقنك، لعل السبب خير. يعني هل هناك سبب معين؟ تقصد إيه؟ حلاقتك لذقنك. طب هو كان في سبب عشان أربيها؟ بعد كده أنا كده مرتاح يا أخي، وجايز أربيها بعد كده وجايز لأ، أنا حر. لك ما تشاء. اشمعنى يعني حكاية الدقن دي أو اللي أنت ما أصرتش عليها زي الجلابية؟ الحقيقة أنني جئتك في أمر لخير إخوان لك من المسلمين. خير؟ نحن في حاجة إلى المال لمساعدة إخوان فقراء لنا، ولنبني مسجدا جديدا. تفضل. أقول لك نحن في حاجة إلى المال، فتعطيني 10 جنيه؟ ده اللي أقدر عليه. أبوك مليونير يا أخي، ويستطيع أن يساعدنا بالكثير. وإيه المطلوب مني؟ ابن انا اللي بعدكم عشان تاخدوا مني فلوس؟ نعم. طب ليه هو ما طلبهاش بنفسه؟ علشان انت تدفعها بنفسك والبركه تحل عليك. انتوا محتاجين كام بالصلاه على النبي؟ عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. نحن بحاجه الى ما تقدر عليه ويزكي عن اموالك. بالنسبه للزكاه أنا مش مستنيكوا عشان تفكروني بيها. أنا فلوس الزكاة بدفعها في معاد. خليك دغري وقول لي عايزين كام. نحتاج إلى 50,000 جنيه. بقول لك إيه؟ أنا أول كل شهر عربي بذبح عجل وافرقه. يبقى تعالى انت وزمايلك خدوا نصيبكم. والذين يكنزون الذهب والفضه. صدق الله العظيم. اسمع يا ابني، هقول لك نصيحه عشان تريح نفسك. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحاسبني مش انت. وبعدين انت وزمايلك بقى روحوا دوروا لكم على شغله تاكلوا منها عيش بدل ما انتوا دايرين تشحتوا.